اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل400 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. احنا حاليا في قرية أم الحويطات الصحية بسفاجة البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية. احنا النهاردة في عيادة الأسنان بنقدم خدمة للمواطنين عن طريق الكشف وصرف علاج مجانا لتخفيف الأعباء عن المواطنين. القوافل الطبية في مبادرة حياة كريمة الرئاسية في قرية أم الحويطات مدينة سفاجة في البحر الأحمر، طبعا بنقدم الخدمات كلها بالمجان من كشف وتشخيص وعلاج، وعندنا يعني كافة الأدوية متوفرة ويعني وكل حاجة، يعني المرضى مترددين كتير يعني على المكان. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في مركز كفر البطيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، فضلا عن صرف الأدوية لهم بالمجان. احنا يا جماعة والله بنتشكر جميع القائمين على القافلة الجميلة ديتي، يعني بسم الله ما شاء الله فيها جميع التخصصات، والدكاترة بسم الله ما شاء الله على مستوى من العلم والأخلاق، والله بيعاملونا بمنتهى الرقي، وفي علاج. أنا من وحدك شفت، يعني أنا قطعت التذكرة وخدت جراحة وخدت علاج بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجة هنا متوفرة لنا. طبعا أنا وزوجتي وأولادي جينا هنا وشفنا والحمد لله،